إسرائيل بتقول الكشف عن كهف من زمن الفرعون رمسيس الثاني. يعني أنا الحقيقة يعني إيه، أي حاجة إسرائيل بتقولها يعني إيه بتعامل معاها يا إما على إنها كوميديا يا إما على إنها كذب وإمتعاد، حتى لو كان رمسيس هناك الثاني يعني. يعني معانا عموما، معايا الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا وسهلا دكتور بسام. أهلا بيك يا فندم، وقبل ما نتكلم عن الكهف والاكتشاف في فلسطين المحتلة، وبشكر حضرتك ان انت قلت يا اما حضرتك بتاخدها ك يعني ضحكه او سخريه يعني حضاريه لو جاز التعبير، او كذب من الكيان الصهيوني، والاثنين صح في الحاله ديت. لكن بشكر حضرتك الاول، ان وبشكر فرقه البرنامج عند حضرتك، لان الحقيقه النهارده في الصفحه الاولى في جريده الاخبار يعني كبرى جرائد مصر والوطن العربي، تم الاعلان بشكل ايجابي جدا عن حملتنا لاستعادة، حملتنا الشعبية لاستعادة لوحة رشيد الحجرية، واللي حضرتك في فريق العمل عند حضرتك كنت أول إعلاميين يدعمونا في الحملة الشعبية لعودة لوحة رشيد الحجرية. النهاردة إحنا في الصفحة الأولى في مفاجأة جميلة جدا ليا ولجميع الفرقة في جريدة الأخبار، فبشكركم على أن أنتم كنتوا أول ناس بتدعموا هذه الحملة الشعبية لزلزلة المتحف البريطاني. بالفعل تم زلزلة المتحف البريطاني بعدد من الطلبات للوحة رشيد الحجرية. أما بالنسبة للكشف يا فندم، الكشف عبارة عن كهف على فكرة، هي ليست مقبرة، يعني ما مش زي المقبرة اللي أنتم متخيلينها زي عندنا كده وادي الملوك أو حاجة زي كده. ده كهف 2.5 متر تحت الأرض بجانب ساحل الصهاينة محتلينه وبيروحوا البحر فيه وحاجات زي كده. مبالغ جدا في تقديره هذا الكشف، لانه كشف اولا كمان بالصدفة، مفيش نصوص يعني ما عندناش نصوص يقول ان هو رمسيس الثاني. طبعا هم اول حاجة جريوا ناحيتها قالوا الفخار دوت جاي من الليت برونز ايج، او الحاجات اللي موجودة جوه جاية من العصر البرونزي المتأخر، يعني قريب او حوالي يعني اي حاجة، اي حاجة في الرغيف، يعني عايزين ينسبوا اي بالزبط. حاجة وخلاص يعني. بالضبط، هو الاكشلي في الحقيقة التاريخية لو احنا بنتكلم مظبوط، هو لا يوجد اي حاجة لغاية دلوقتي تثبت ان هو رمسيس الثاني، وخصوصا ان هم ذكروا في الكلام بتاعهم، والكلام ده على فكره جاي من تايمز اوف اسرائيل، يعني هو ده واحد من اقوى 3 مواقع صهيونيه اسمه تايمز اوف اسرائيل، بيقول لك يا اما ديورينج يا اما كلوز تو، يعني يا اما قريب يا اما وقت رمسيس الثاني. راحوا على طول راحوا مدخلين كلمه نوتوريوس، يعني سيء السمعه، الملك رمسيس الثاني سيء السمعه، هم عايزين اي حاجه يخشوا فيها مع رمسيس الثاني. دي نمره واحد. نمره اثنين بقى، انا بشكرهم الحقيقه بقى، لان هم وقعوا برجليهم وكعادتهم هم جهل التاريخ وما عندهمش تاريخ وما عندهمش اي اثباتات، فراح واقع برجله في نفس موقع تايمز اوف اسرائيل، وانا بعت لحضرتك للاستاذه صوره يا ريت تنزل، هتلاقوا لوحه مرن بتاح ابن رمسيس الثاني. هم منزلينها في نفس الدراسه بتاعه الكشف ده اللي بالصدفه بتاع الكهف ده، وحاطين تحتيها لوحه مرن بتاح، في سهم كده في وشي احمر كده ناحيه الكلمه دي. احنا انا من 2017 مع المتحف المصري بنشيل كلمه اسرائيل من هذه اللوحه، يعني الدنيا كلها كانت مسميها لوحه اسرائيل، واحنا في المتحف المصري الحمد لله واستجابت وزاره الاثار المصريه مشكوره في 2017 و2022 بان هم استجابوا ليا ان احنا نشيل كلمه اسرائيل من لوحه اسرائيل وتبقى لوحه مريم بتح. المفاجاه العظيمه بالنسبه لي والسعاده الغامره ان امبارح تايمز اوف اسرائيل، واحده من اقوى 3 مواقع اعلاميه للصهاينه في العالم، قالوا كتبوا تحت كلمة اللوحة لوحة مرن بتاح. اذا اعتراف من الصهاينة ان اللوحة لوحة مرن بتاح مش لوحة اسرائيل بعد عشرات السنين من تسمية هذه اللوحة لوحة اسرائيل. اشكرك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماعي، فندم بشكرك شكرا جزيلا.